السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مش هولة محمد، مدرسة لغة عربية للصف الثاني الابتدائي بمدرسة ليدر زور يود للوقت. هنراجع دلوقتي يا أولاد مع بعض على الجملة الاسمية والجملة الفعلية. يعني ايه جملة اسمية؟ الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم، اسم زي انسان، حيوان، اسم انسان، اسم حيوان، اسم نبات، اسم جماد، او صفة من الصفات. والفعل، الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل، فعل اللي هو ماضي مضارع أمر، حاجة بنعملها في زمن الماضي أو زمن المضارع أو زمن الأمر. طيب، أول سؤال معايا، حول الجملة الاسمية إلى جملة فعلية وكل جملة فعلية إلى جملة اسمية كالمثال. يعني لو عندنا جملة اسمية نحولها لفعلية، أو لو عندنا جملة فعلية نحولها لاسمية. عادة، أول جملة معايا، عادة الصديق إلى القرية. إيه اللي حولناها إزاي؟ إن احنا هنبتدي بالاسم، هي هنا بادية بالفعل جملة فعلية، فأنا هحولها لاسمية وهبدأ بالاسم. الصديق عاد إلى القرية. الأسد يأكل اللحم، هتبقى يأكل الأسد اللحم. طيب، ذهبت أمي إلى السوق. ذهبت أمي إلى السوق، هنحولها لاسمية إزاي؟ ممكن أعمل حركة المقص دي، إن أنا أجيب أمي ذهبت إلى السوق. السوق، ذهبت أمي إلى السوق، هتبقى أمي ذهبت إلى السوق. المعلم شرح الدرس، هنا دي جملة اسمية، هبتديها بالفعل، هتبقى شرح المعلم الدرس. الابن سمع نصيحة أبيه. الابن سمع نصيحة أبيه، هتبقى دي جملة اسمية، هنحولها الفعلية إزاي؟ هنبتدي بالفعل، سمع الابن نصيحة أبيه. قرأ عادل قصة، هتبقى عادل قرأ قصة، هنبتدي بالاسم بدل ما هي مبدوءة بالفعل، هنبدأ بالاسم. يعني انا لو عايز اعمل حركة المقص دي هعملها. طيب، لو انا بقى فاهم وشاطر وعارف ان الجملة الاسمية بتبتدي باسم والجملة الفعلية بتبتدي بفعل، فانا هحول بدل ما ابتدي بالاسم هبتدي بالفعل. طيب، ده اسم اشارة مناسب، المناسب في مكان النقط فيما يلي. اسماء الاشارة يا اولاد، هذا، هذه، هذين، هاتان، هؤلاء. شجرة، هتبقى هذه شجرة. طيب، أصدقاء، هتبقى هؤلاء أصدقاء. أصحاب، هتبقى هؤلاء أصحاب. غصن، هتبقى هذا غصن. نخلة، هتبقى هذه نخلة. حول الجملة الاسمية إلى جملة فعلية. زي ما عرفنا الجملة الاسمية بتبدأ باسم والفعلية بتبدأ بفعل. الأب يضحك، هتبقى يضحك الأب. الفلاح يجمع، هتبقى يجمع الفلاح، يجمع الفلاح. هنبتدي هنا يا ولاد بالفعل، يعني لو عايز اعمل حركة المقص هبتدي يجمع الفلاح بدل الفلاح يجمع. الام تعمل، هتبقى تعمل الام. انا عملت هنا المقص، بدأت بالفعل بدل الاسم. طيب، ده اسم اشارة مناسب. صديقي، هتبقى هذا صديقي. معلمون، هؤلاء معلمون. أختي، هذه أختي. حول من المفرد إلى الجمع، حول من المفرد إلى الجمع. وردة، هتبقى إيه جمعها؟ جمع وردة، جمع وردة إيه يا ولاد؟ جمع وردة ورود. شجرة، جمعها جمع شجرة أشجار. بطة، جمعها بط. ذيل، جمعها ذيول. ضع مكان النقط ضمير للغائب. إيه هي ضمائر الغائب؟ ضمائر الغائب هو، هي، هم، هن، هو، هما، هو، هي، هما، هن، هم. طيب، فلاحة نشيطة، نقط فلاحة نشيطة، هي فلاحة نشيطة. جندي شجاع، تاخد ايه في ضمائر الغائب؟ جندي شجاع، جندي ده مذكر، مفرد مذكر، هتبقى هو جندي شجاع. نقط طبيب ماهر، نقط طبيب ماهر، طبيب ماهر ده مفرد مذكر، هتبقى هو طبيب ماهر. تساعد أمها، هي تساعد أمها. كده يا ولاد نكون خلصنا مراجعة النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.